حتى إنه في العراق من شدة ما وقع بأهل السنة من الرافضة في دولة العبيديين ممن لهم اتصال ببني بويه في العراق، خرج الخرقي صاحب المختصر في الفقه، خرج من بغداد لما انتشر سب الصحابة رضي الله عنهم وجرى ما جرى من القرامطة الذين أخذوا الحجر الأسود ووضعوه عندهم مدة من الزمن، وأتوا إلى بيت الله الحرام وقتلوا الحجاج وألقوهم في بئر زمزم.